بسم الله الرحمن الرحيم. المرحلة الثانية في المشاركة المنزلية هي الانضمام لمجموعة مشاركة منزلية. وذلك بالذهاب للوحة التحكم، الشبكة والإنترنت، مجموعة المشاركة المنزلية. يستكشف الويندوز 7 تلقائيا مجموعة المشاركة المنزلية الموجودة على الشبكة والتي كنا قد أنشأناها في الحصة السابقة. بعد التأكد من أنها هي المطلوبة، الضغط على زر الانضمام الآن. يظهر صندوق الانضمام إلى مجموعة مشاركة منزلية. نضع علامة صح أمام العناصر التي نرغب في مشاركتها أو نزيل علامة الصح، ثم الضغط على زر التالي. نكتب كلمة مرور مجموعة المشاركة المنزلية التي كنا قد سجلناها في الحصة السابقة. وكلمة المرور تكون من الشخص الذي قام بإنشاء المجموعة، ثم الضغط على زر التالي. يظهر صندوق لقد قمت بالانضمام إلى مجموعة المشاركة المنزلية. نقوم بالضغط على زر إنهاء. المرحلة الثالثة في مراحل إنشاء مجموعة مشاركة منزلية هي الوصول إلى مكتبات الملفات والمجلدات المشاركة. نذهب إلى نافذة جهاز الكمبيوتر، وتظهر فيها مجموعة المشاركة المنزلية والوصول للملفات والمجلدات المشاركة والموجودة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمجموعة المشاركة المنزلية. وعند الضغط على اسم الحساب المستخدم الذي نرغب في الوصول لملفاته، تظهر مجموعة المشاركة المنزلية، تظهر المكتبات المتاحة للمشاركة ضمن منطقة عرض الملفات، ومثال لذلك نماذج الصور. عند الضغط على مكتبات وذلك لعرض مكتباتك المتاحة للمشاركة مع الغير، فنضغطها من جزء التنقل، ثم نضغط على المكتبة التي نود عرض محتوياتها، إما صور أو مستندات أو فيديو أو موسيقى. وعند الضغط على فيديوهات تظهر هذه الملفات. للتحكم في إعدادات مجموعة المشاركة المنزلية، نفتح مجموعة المشاركة المنزلية وذلك من لوحة التحكم الشبكة والإنترنت، فنضغط على مجموعة المشاركة المنزلية. نستطيع التحكم في إعدادات المجموعة بوضع علامة صح أو نزيلها وتحديد المكتبات والطابعات التي نرى في مشاركتها. يوجد مشاركة الوسائط مع الأجهزة، مشاركة الوسائط مع المتصل بالشبكة، عرض كلمة المرور الخاصة بمجموعة الشبكة المنزلية لو كنا لم نتذكرها، تغيير كلمة المرور بضمير تغييرها، الخروج من مجموعة المشاركة المنزلية، مقطع الاتصال بهم، وتغيير إعدادات المشاركة المتقدمة، بدء تشغيل مستكشف الأخطاء والعمل على إصلاحها بشكل تلقائي. للتحكم في إعدادات مشاركة أحد الملفات أو المجلدات، نذهب إلى جهاز الكمبيوتر ونضغط على مكتبات من جزء التنقل. يظهر عندنا المجلدات التي يمكن أن نتشارك فيها. نختار مجلد وليكن صور، ومكتوب بالأسفل مجموعة المشاركة المنزلية. نختار طريقة المشاركة أو أحد الأذونات وذلك بالضغط على مشاركة معه. عند اختيار لأحد لجعل الملف أو المجلد خاص ويمنع وصوله من قبل الآخرين، أو نختار مجموعة المشاركة المنزلية لجعل الملف أو المجلد متاح لجميع المشاركين ولكن مع إذن القراءة فقط وعدم التعديل، أو أشخاص معينين ويحدد إذن الوصول فقط لمجموعة محددة من المشاركين دون غيرهم. نختار